السلام عليكم. وسائل إعلام إيرانية بدأ عملية نزع سلاح الانفصاليين في كردستان العراق. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وكالة تسنيم أنه مع اقتراب انتهاء المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان، بدأت صباح اليوم عملية تفكيك لجميع القواعد ومقرات المسلحين في الإقليم. وذكرت الوكالة أن هذه العملية بدأت منذ عدة ساعات، ومن المفترض أن يتم تفكيك جميع قواعد الجماعات الانفصالية بما في ذلك كومالة وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني على الجدار الحدودي الإيراني وأجزاء أخرى بالقرب من إيران. وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر إيرانية أنه إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح، أو إذا رفض البعض منهم القيام بذلك، فسنعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق، ونحن سنقوم بواجبنا في حماية أمن البلاد. وأضافت أن بدأ عملية تفكيك مقرات هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق جاءت نظرا لاقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح الانفصاليين في إقليم كردستان، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق إن بلاده اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقراتها العسكرية. وهذا وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن القوات البرية التابعة للحرس الثوري أرسلت جزءا من معداتها المدرعة إلى الحدود الشمالية الغربية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.